السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة الصف الأول الثانوي. إن شاء الله النهاردة هناخد تطبيقات على المتجهات. الدرس ده مقسوم لنصين بس الاتنين هيتقالوا في الفيديو بتاع النهاردة. النص الأول بيتكلم عن إثبات النظريات، والنص التاني بيتكلم عن السرعة النسبية ومحصلة القوة. في إثبات النظريات عشان تشتغل الدرس ده لازم تكون فاكر المعلومة اللي بيقولك لو معاك متجه ألف ب بيساوي 5 من متجه س ص، يبقى ده معناه إن المتجه ألف ب بيوازي السين ص. لو كان يا شباب في متجه بيساوي متجه تاني أو قده 5 مرات أو قده مرتين، يبقى معنى كده ان دول متوازيين. يعني لو جاء لي ان متجه ألف ب بيساوي متجه س ص، يبقى انا فهمت ان ألف ب بيوازي س ص والألف ب كمان قد س ص. المعلومات دي اللي هنشتغل بيها. يعني يجيب لي مثال يقول لي في ضلعين في رباعي متساويين ومتوازيين، اثبت ان الضلعين التانيين متساويين ومتوازيين، هنعمل ايه؟ هنرسم شكل رباعي يا استاذ ونرسم فيه ضلعين متقابلين متوازيين ومتساويين. تعالوا نشوف في المثال ده. احنا دلوقتي يا شباب معانا قاعدة مثلث، ده مثلث وده مثلث. هنطلع من قاعدة المثلث ونشوف. انا معايا س ع بيساوي ايه؟ الس ع متجه من قاعدة المثلث بيساوي الس ص زائد الص ع، أو إن الس ع برضو بيساوي من المثلث اللي فوق بقى س ل زائد ل ع. من هنا من المعطيات هو قال إن الس ل قد الإيه؟ قد الص ع. الس ل قد الص ع، يبقى أنا استفاد إن السين صاد هيكون قد اللام عين. ليه؟ علشان دول متساويين كمان يا أستاذ. يبقى إذا السين صاد بيساوي اللام عين. السين صاد هيكون قد اللام عين. طب الشرط ده مش إحنا لسه مفكرين بعضنا بيه؟ قلنا طالما جالي كده يبقى إذا السين صاد بيوازي اللام عين، والسين صاد قد اللام عين، وهذا المطلوب. كده انا قدرت اثبت له ان ده قد ده وبيوازيه. عايزك تفرق لي ما بين محصلة القوة والقوة متزنة. القوة متزنة معناها ان مجموع القوة يساوي صفر، إنما محصلة القوة هنجمع القوة مش هساويها بحاجة، هي بتساوي مجموعهم. إنما لما يجي يقول لك إن القوة متزنة يبقى مجموع القوة بيساوي صفر. جاب لي يا شباب جسم الموضوع على مستوى مثلا، وفي هنا قوة قاف وفي هنا قوة 10، وقال لي إن المجموعة دي متزنة. متزنة يبقى القوة بتساوي 10. يا أستاذ هو مش المفروض مجموعهم يساوي صفر؟ صح، لو إحنا قلنا قاف زائد 10 بيساوي صفر، يبقى قاف بسالب 10 يا أستاذ. أيوة، ما أنا عامل لك إن هي عكس الاتجاه أهي. مش لما بنعكس الاتجاه بنغير الإشارة؟ مثال يا باشمهندسين، جبنا جسم حطيناه على مستوى، أثرنا عليه بقوة 10 وقوة 20 وقوة 5. وحدات القوة ثقل كيلو جرام، نيوتن، ثقل جرام، داين، كل دي وحدات للقوة. عاملة بالظبط زي ما يكون في مكتب مثلا، وأنا وأختي وماما بنشد في المكتب ده. هي دي نفس الطريقة. المحصلة هنا ايه؟ محصلة القوة ايه؟
هو غطت شوية معلش وقال لك لازم انت تقول لنا اتجاهك، يبقى احنا هنفرض ان الاتجاه ده اسمه ايه. يبقى انا اول حاجة اعملها ايه؟ افرض الاتجاه، لان لو في قوة هنا المفروض نشيلها لانها تبقى العكس. يبقى محصلة القوة بتساوي 10 ي زائد 20 ي زائد 5 ي. ليه؟ علشان كلهم في نفس الاتجاه، يبقى كلهم واخدين نفس الإشارة، اداني 35 ي. طب ناخد مثال زيه بالظبط. جبنا جسم حطناه في هنا قوة 20 وفي هنا قوة 15 وفي هنا قوة 9 وفي هنا قوة 11، وعايزين المحصلة. قمنا فرضين يا أستاذ مثلا إن الاتجاه ده هو ايه؟ قلنا كده هو اللي بالموجب إن الجسم هيمشي كده، يبقى 20 ي. 20 ي زائد 15 ي، ده عكس الاتجاه، ناقص 11 ي. ليه؟ عشان انا مغير اتجاهها. ناقص 9 ي، ده فايدة الاتجاه اللي بنحطه. يبقى هتساوي 20 و15 35 ي ناقص 20 ي اداني 15 ي. يبقى القوة المحصلة بتساوي 15. هو اداك نيوتن، هتكتب نيوتن، ثقل كيلوغرام هتكتب ثقل كيلوغرام، وهكذا. لو كانت قوة واحد بتساوي 3 س زائد ص، وقوة 2 بتساوي 5 س، وقوة 3 بتساوي 4 ص، عايزين القوة المحصلة. أوجد القوة المحصلة. ده هو بيديني المتجهات يا شباب. ده فرق، في فرق بينها وبين المثال اللي فات. المثال اللي فات كان مديني القيم للقوة وكان سايب لي الاتجاه أنا أحطه زي ما أنا عايز. هنا هو اداك اتجاه، قال لك القوة دي بتأثر 3 في اتجاه السينات محور سين و1 في اتجاه محور ص، والقوة دي 5 في اتجاه السين، والقوة دي 4 في اتجاه الص. حلها تافه جدا، مفيش في أي حاجة. القوة المحصلة بنرمز لها القاف بتساوي القوة الأولى زائد القوة الثانية زائد القوة الثالثة زائد القوة الرابعة زائد القوة الخامسة لحد ما تخلص كل القوة اللي عندك. أنا في مثالي ده ما عنديش إلا 3، خلاص مقضية. اجمع بقى السينات مع بعضها كده 8 سينات، واجمع الصادات مع بعضها كده 5 صادات. 3 سينات أهو، 5 أهو، هنا مفيش. صاد اهي، هنا مفيش، هنا 4. كده انا جبت له القوة المحصلة. مثال بيقول القوة الأولى بتساوي 10 س زائد 5 ص، والقوة الثانية ا س زائد ص، والقوة الثالثة ب ص. أوجد ألف وباء إذا كان محصلة س ناقص ص، محصلة القوة دي س ناقص ص، أو المجموعة متزنة، يعني دول مسألتين. خلاص أنا أجيب القوة المحصلة الأول يا أستاذ عشان هي اللي هتنفعني في الاتنين، اللي هي بتساوي القوة الأولى زائد القوة الثانية زائد القوة الثالثة، ولو كان في 4 أو 5 أو كده. نجمع السينات، في يا أستاذ 1000 وفي 10، ده في اتجاه السينات، وفي اتجاه الصادات في يا أستاذ ب وفي 5 وفي 1، ده في اتجاه الصادات. يبقى 5 و1 كام؟ دول 6. يبقى 6 جت منين؟ اللي هي 5 و1. هنقوم نساويينها يا باشمهندسين بالمحصلة اللي هو قال عليها. هو قال س ناقص ص بتساوي الكلام ده، أ زائد 10 في اتجاه السينات، وب زائد 6 في اتجاه الصادات. كنا بنساوي احداث السينات ببعضها واحداث الصادات ببعضها. السينات هنا قدامها 1، هنساويها باللي هنا اللي هو ا زائد 10، يبقى ا زائد 10 بتساوي 1، يبقى ال بسالب 9.
نفس الكلام في الباء، باء زائد 6 بتساوي سالب 1، سوينا الرقم اللي قدام ص بالرقم اللي قدام ص، يبقى باء طلعت بسالب 7. السرعة النسبية، السرعة النسبية دي بنحسبها ازاي؟ هي عاملة زي ايه اصلا؟ انت لما تكون راكب عربية وعربيتك ماشية بسرعة وفي عربية ماشية في نفس اتجاهك ومعدية جنبك من الشباك كده، بتحس ان هي ماشية بطيئة جدا مع انها ماشية سريعة جدا، هي خدت سرعتك وزيادة كمان. فالموضوع ده عمله في ايه؟ قالوا ان السرعة النسبية سرعة ب بالنسبة لألف، ده شباب الراصد، ده اللي شاف، ده اللي شايف العربية، دي العربية اللي معدية من جنبك من الشباك، ماشي؟ يبقى ده الراصد، يبقى دي معناها سرعة ب بالنسبة لألف بتساوي سرعة ب ناقص سرعة ألف. اللي يجي الأول بنكتبه، يعني لما أقول لك سرعة ألف ب دي معناها إيه؟ مين هنا اللي شاف؟ ده الراصد ب، يبقى بتساوي سرعة ألف بالنسبة لب، برضو بتساوي سرعة ألف ناقص سرعة ب. اللي جه الأول بكتبه الأول، ده معناها يا باشمهندسي. فقام قال لي إيه؟ من الآخر والملخص بتاع الكلام ده، لو كانوا الاتنين متحركين في اتجاه واحد نطرح هيكونوا في نفس الاتجاه، بتحط نفس الإشارة، متحركين في عكس الاتجاه نجمع. بس خلي بالك انت هتحط الاتجاه اللي انت فرضه، يعني لو كانوا هما الاتنين متحركين عكس الاتجاه التاني الإشارة بتبقى سالب. مش فاهم الحتة دي، نشوفها في الأمثلة ونوضحها. تتحرك سيارة ألف على طريق مستقيم بسرعة 140 كيلومتر لكل ساعة، وتتحرك سيارة باء على نفس الطريق بسرعة 110 كيلومتر لكل ساعة، أو سرعة ألف بالنسبة لب عندما يتحرك في نفس الاتجاه يتحرك في اتجاهين متضادين. تتحرك سيارة ألف على طريق مستقيم بسرعة ألف أهي، سرعتها كام؟ 140 كيلومتر لكل ساعة، وتتحرك سيارة ب على نفس الطريق بسرعة ب، سرعتها 110 كيلومتر لكل ساعة. أوجد سرعة ألف بالنسبة لب عندما يتحرك في نفس الاتجاه، هما الاتنين هيمشوا في نفس الاتجاه. تعايز سرعة ألف بالنسبة لب، يبقى دي بتساوي سرعة ألف ناقص سرعة ب، 140 ناقص 110 بيساوي 30 كيلومتر لكل ساعة. ليه؟ علشان هما الاتنين ماشيين في نفس الاتجاه اللي أنا فرضه اللي هو اسمه ي. يتحرك في اتجاهين متضادين، مشوا في اتجاهين متضادين، يبقى سرعة ألف ب بتساوي سرعة ألف، وهفرض إن ب هي اللي غيرت اتجاهها، لما بتغير اتجاهها بنغير إشارتها، يبقى 140 زائد 110 طلعت بتساوي 250 كيلومتر لكل ساعة. أتمنى إن نكون استفدنا، والسلام عليكم ورحمة الله.